الفنان اللبناني وسام حنا رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعا فيها إلى ضرورة البقاء في المنزل، داعيا أيضا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية في حال الخروج للضرورة. أنا بعرف أنه هيدي الفترة اللي عم نقطع فيها هي فترة كتير صعبة، بس حطوا براسكم أنه هيدي الفترة قد ما طولت رح يجي يوم وتخلص. كرمال هيك من هلأ لوقتها قد ما فيكون خليكم بالبيت، وإذا اضطريتوا تظهروا على القليلة احترموا المسافة والتباعد الاجتماعي بين بعضكم. وأنا على الصعيد الشخصي كتير عم بقضي وقت بالطبيعة، هيدا الشيء عم بيعزز علاقتنا مع الطبيعة عن أول وجديد. كرمال هيك خليكم بالبيت، وإذا حسيتوا حالكم مضايقين على القليلة اظهروا على الطبيعة، وفترة ورح تقطع بإذن الله. وينضم إلينا من بيروت الفنان وسام حنا. أستاذ وسام أهلا وسهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية، أهلا وسهلا فيك. كيف وضعك مع الحجر الصحي في ظل أزمة كورونا؟ والله أنا عم ناخذ الأمور بشكل إيجابي، لأنه في الإنسان ياخذها بشكل سلبي ويعمل ستريس لحاله ويعصب. جوهر الإنسان أنه يقدر يتأقلم مع أي تطور وأي شيء بيصير معه. فنحن صحيح عم نمرق بظروف كتير صعبة، ولكن أهميتنا أنه نقدر نتأقلم مع هيدي الفترة، لأنه عارفين هيدي الفترة هي فترة زمنية محدودة ورح تقطع. فلازم نكون عم نفكر بطريقة شوي إيجابية، نعرف كل إنسان شو بيبسطه بالحياة ويحاول يعيش هيدي الحالة، ويعرف أنه الحياة بتخلص والشغل ما بيخلص، الشغل رح يرجع، الحياة الطبيعية رح ترجع. بس لازم نعرف ونتأكد انه هيدي الفترة هي صحيح فترة صعبة، بس نقدر نتخطاها بالتي هي احسن. قبل ما نسألك وسام عن العمل وتأثير هذا الفيروس على عملك، بعرف انه فترة طويلة من الحجر امضيتها بين دبي وابو ظبي، هل تأثرت بوجودك بعيد عن العائلة خلال هذه الفترة؟ وكيف أمضيت أيضا الحجر إن كان بدبي أو بأبوظبي؟ تابعنا لك بعض الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا. دولة الإمارات كانت أخذ الأمور بكتير جدية وكانت مأمنة السلام العامة. أنا ما كنت مزعوج بس بالنقطة واحدة، أنه أنا لازم أكون حد العائلة، لأنه صار ما صار أنا من الأشخاص من المعيلين لعائلتي. فيعني تسكير المطارات كانت حاجز صعب، فأنا لما انتقلت إلى بيروت بأول طيارة وصلت من أبوظبي نفسيتي ارتاحت وأنا متأقلم مع الجو، ويعني قريبة من العائلة، قريبة من الناس اللي بحبون، عم بحاول إلهي حالي بأمور بحبها بحياتي الطبيعية. ما من بعد يعني أنا كنت معامل ستريس بالإمارات، ولكن لما جيت إلى لبنان وصرت ببيتي وبعائلتي، مثل ما الواحد بيقول خلص واحد تحت بيته وسقف بيته، فأخذ الأمور بكتير إيجابية، وعم حاول أدي أكتر وقت ممكن بالطبيعة. للصراحة الإنسان لما يكون بالطبيعة بيمشي، بعدنا عن النوادي الرياضية. أنا شخص كنت كل يوم بزور النوادي الرياضية، استبدلت هذه الهواية بالمشي بالطبيعة، بأمور بعملها بالطبيعة، بكون مع الناس اللي كنا محجورين مع بعضنا ومصغرين قصة العلاقات والصداقات. أكيد زيارات للمطاعم ما في، هذا الشيء بيتناسب مع المصروف، لأنه كون العالم ما عم تشتغل بالوقت الحاضر، فنحن كنا معودين نروح إلى المقاهي والمطاعم، هذا الشيء متناسب مع هذا الموضوع. يعني المصروف صار أقل، يعني هلا القدره الشرائيه عم تغلى اكيد نحن بسبب صحيح. لبنان بسبب الظروف الاقتصاديه اللي عم نقطع فيها. نعم. ولكن الانسان الشاطر والانسان الذكي هو بيقدر يتاقلم مع الامور يلي عم تقطع، ونحن عارفين انه هيدي الفتره رح تكون فتره زمنيه إن شاء الله. وتقطع. ولكن انا بدي اطلب من الناس انه نحن رح نعيش بقرن الواحد والعشرين، ولكن حياتنا رح ترجع شوي لورا وتكون حياه بدائيه. كرمال هيك أنا بدي أدعي الناس أنه ترجع للطبيعة أكثر. أنا من الأشخاص اللي مربي ببيتي، كنت ربي دايماً، أنا بحب الحيوانات، بربي كلاب وبسينات، هلأ بعضهم موجودين عندي ولكن استبدلتهم بغنم.
طيب شفناك عم تهتم والله شفناك صحيح. عم تهتم شيء جيد شيء جيد. فالناس عم الناس عم تتساءل انه ليه عم تربي معزه ببيتك. انا عم بحاول ودي رساله للناس انه لازم نحن نرجع للطبيعه ونقدر نستفيد من الطبيعه. هذه نقطه واضحه وسام، اسمح لي على المقاطعه لانه نريد ان نسالك اكثر من سؤال والوقت يضيق. يعني فضل. انت تشارك بدور بطولي في مسلسل بردانة انا، كيف يجد تجاوب مع الجماهير المسلسل الذي يعرض في رمضان؟ صح، الحمد لله نحن عم نتصدر المراتب الاولى بلبنان. كون هيدا المسلسل عم يتناول مشكلة اجتماعية، مشكلة عالمية هي، ولكن نحن بالوطن العربي كمان يعني تعنيف المرأة والتعنيف الأسري مش بس تعنيف المرأة، وكونه موضوع جديد وعم يتناول متاخد من قصص حقيقية صارت بلبنان. ايه نعم عم نسمعك وسام. ايه فالناس بتحسيها مثل كأنه مشدودة لهيدا النص، مثل كأنه العالم أوكي حبت الأمور الحب وغرام وانتقام، ولكن عبالها تشوف شيء جديد. كرمال هيك مسلسل برداني أنا عم بيقدم علاج لنحنا للمجتمع اللي عايشينه، لأنه نحنا بنعرف أنه في كتير نساء تعنف ببيتها، في كتير أطفال عم بيتعنفوا ببيوتهم، وفي كتير رجال عم بيتعنفوا أيضا. فنحنا بهذا المسلسل عم نتناول كل المحطات. نحن بنشكرك وسام على القضية اللي تقدمونها في برداني أنا، وسنتابع بطبيعة الحال خلال شهر رمضان. شكرا على المشاركة معنا من بيروت. شكرا. وسام حنا شكرا.